أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولقاء أسبوعي متجدد في الجمهورية الجديدة. في الحقيقة حلقة النهاردة وعلى مدار حلقات الأسبوع المقبل من برنامج الجمهورية الجديدة هنتكلم عن حصاد الدولة المصرية وإحنا في طريقنا لبناء الجمهورية الجديدة. هنتكلم بالتفاصيل وهنتكلم بالأرقام عن المشروعات القومية اللي بتتم. هنتكلم كمان عن ما تحقق من استفادة للمصريين من هذه المشروعات. هنفتح ملفات مختلفة سواء في قطاع الكهرباء، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الطاقة بكل مشتملاتها. كمان ملف الإسكان هيكون حاضر معانا في حصاد هذا العام من الحلقات المقبلة. لكن اسمحوا لي أبدأ مع حضراتكم بأولى الملفات اللي هنناقشها النهاردة في فقرتنا الحوارية، القطاع المتعلق بملف الطرق والكباري والنقل. زي ما قلت حضراتكم الملف ده هيكون محور نقاشنا في حلقة النهاردة من الجمهورية الجديدة. لكن خلوني قبل ما أبدأ أستعرض مع حضراتكم نشاط السيد الرئيس على مدار هذا الأسبوع. على مدار السنوات السبع الماضية سلكنا طريقا شاقا من أجل بناء دولتنا الحديثة وصولا إلى الجمهورية الجديدة لصياغة المستقبل المنشود لوطننا العزيز. هنعمل بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد هذا الأسبوع افتتاح المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإساسكو في العاصمة الإدارية الجديدة، وده كان بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات مؤسسات دولية. كمان الرئيس أكد أن الجامعات العالمية بتحتاج لاختبارات لقياس مستوى الطلاب قبل الدخول ليها. تابع كمان في خلال حديثه في هذا المؤتمر أن التعليم بتاعنا متواضع مش هنقدر نتدخل، حبينا نعمل في بلدنا هنا جامعات عالمية. هنعمل هنا وهنفضل نقاتل من أجل المعرفة والتعليم الحقيقي في بلدنا. الرئيس كمان قال عشان نقدم تعليم جيد احنا بنتكلم على نسبة 45% من الشباب المنتظمة في التعليم. لو قلنا في أكتر من مليار بيتعلموا يبقى في 400 مليون كمان بيتعلموا. يا ترى احنا بنقدم لهم تعليم شكله ازاي وعامل ازاي، وثقافه التعليم في بلدنا عامله ازاي، في معارف وعلوم ملهاش اشغال بالحجم اللي بيتخرج فيه الشباب. رئيس كمان الأسبوع ده حضر احتفالية قادرون باختلاف واللي أقيمت بمركز المنارة في التجمع الخامس لأصحاب الهمم. خلال الاحتفالية دي الرئيس قال لذوي الهمم: كل الناس في مصر بتحبكم وسعيدة بيكم، والدعم اللي جاي من الناس ليكم أمر لا يتوقف وبيزيد. احنا بنتحرك صحيح بخطوات قوية أو مش قوية قوي، لسه لم نصل للتقدير الحقيقي للكنز اللي ربنا بعته لنا اللي هو أنتوا. كمان أثناء لقاء الرئيس مع ذوي الهمم وأثناء أيضا إلقاء الكلمات حصل الكثير من المواقف اللي بتظهر معاني الإنسانية. خلينا نروح نشوف جزء من هذا المؤتمر أو هذه الاحتفالية ونرجع لحضراتكم تاني.
وما زلنا نقف معا كتفا بكتف ونعمل يدا بيد من أجل تخطي كل الصعاب، سعيا إلى تغيير الواقع وتعديل المسار. وكلنا إيمان راسخ بتوفيق الله عز وجل لمن يتقن عمله، وبأن أعلى مراتب الإتقان مرهونة بمقدار مرهونة وعدنا آمين يا رب العالمين. مرهونة بمقدار ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، من ذوي القدرات الخاصة. تعال تعال ما تزعلش، تعال 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 تعال، اقعد بقى هنا، اقعد هنا، ما تعيطش ما تعيطش، ما تزعلش، خده جنبك يا أحمد، خده جنبك. ازيك؟ أنا بخير. كويس؟ أنا بكويس طول ما أنت كويس. مبسوط؟ طب خلاص ما تعيطش بقى. أنا بحبك قوي يا سيادة الرئيس. وأنا بحبك جدا وبحبكم كلكم. شكرا جزيلا. عايزين نتكلم ده عشان قاعدين يبصوا لنا وبيبرقوا لنا هيضربونا. شكرا. في الحقيقه احتفالات قادرون باختلاف دايما بتلمس حاجه جوه الناس، الجزء ده تحديدا من الاحتفاليه انا وقفت قدامه كتير لاسباب كتيره واسباب مختلفه. بعد تفكير في ايه اللي ممكن يتقال في هذا الجزء تحديدا كانت كلمه واحده، ان دايما اللي بيطلع من جوه القلب بيوصل من غير تفكير ومن غير مجهود للقلب. إخواتنا من ذوي الهمم هم أكثرنا صدقاً، ممكن يكونوا عارفين إن هو رئيس الجمهورية، بس الحب اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي على الشاشة مش حب، يعني حب بيظهر مش من ناس لرئيس، ده حب طالع من القلب لشخص جواهم إحساس إن هو حاسس بيهم وعايش معاهم، فرحان معاهم، زعلان معاهم، عايش معاناتهم. حب ظاهر إنه أبعد ما يكون عن إن هي مشاعر وخلاص. الرئيس حاسس بيهم كإنسان وهم بيحبوه كإنسان. دايماً دي بتكون أسمى وأهم معاني الإنسانية. وإحنا بنتكلم على الجمهورية الجديدة، يمكن الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع حضراتكم عن الدبلوماسية المصرية والعلاقات الخارجية المصرية. الأسبوع ده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبارح تحديداً استقبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وأكد على الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة اللي بتجمع بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما في مصلحة للبنان بما يساعد لبنان على الحفاظ على قوته ومقدراته أو قدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيج هذا الشعب الوطني. كان كمان من ضمن نشاط الرئيس الأسبوع ده استقباله أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه. الرئيس أكد دعم مصر الكامل ليه في مهمته، أخذاً في الاعتبار حجم التحديات اللي بتواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات واللي بتستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
وعلى صعيد الاجتماعات، الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. الاجتماع ده تناول استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية. السيد الرئيس وجه بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية لمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية، ده طبعا نتيجة معدلات التنمية الأخذة في التوسع في المنطقة وتنوع الأنشطة الصناعية ذات الصلة، وده بهدف تحقيق الحد الأقصى للقيمة المضافة لتلك المشروعات وحسن إدارتها ولضمان جودة الإنتاج وإتاحته بالسوق وكذلك توفير مياه الري. مشاهدينا الكرام، في خبر عاجل كتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسميه على فيسبوك: يحتفل الاشقاء في العراق اليوم بمناسبه اعتبرها عزيزه على الامه العربيه باسرها، وهي الذكرى المئويه لتاسيس الدوله العراقيه الحديثه. 100 عام مضت منذ مؤتمر القاهره عام 1921 والذي دشن قيم الدوله العراقيه امتدادا لحضاره عريقه ضربت بجذورها في اعماق التاريخ. 100 عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع. بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائما ذخرا للأمة العربية. مشاهدينا الكرام، كده نكون استعرضنا مع حضراتكم نشاط السيد الرئيس على مدار اسبوع حتى هذه اللحظه. فاصل قصير من بعده هنفتح اولى ملفات نقاشنا لحصد هذا العام. دوله فيها 100 مليون عايز تعمل لها شبكه طرق عامله ازاي؟ عايز تعمل لها طاقه كهربيه عامله ازاي؟ عايز تعمل لها غاز ازاي؟ عايز تعمل لها مدارس ازاي؟ عايز تعمل لها جامعات ازاي؟ عايز تعمل لها مستشفيات ازاي؟ عايز تعمل لها فرص عمل ازاي؟ احنا بنموت نفسينا عمل وجهد وفكر عشان نطلع بفضل الله سبحانه وتعالى بالدولة دي لقدام. فاضل 1000 خطوة، احنا عملنا خطوة من 1000 خطوة عشان الدولة دي تبقى دولة بجد.
اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه ان احنا هنعمل حصاد لهذا العام في مختلف الملفات. في الحلقه دي هنتكلم عن حصاد الدوله فيما يتعلق بملف النقل والطرق والكباري. الدولة المصرية لازم تكون حرية الحركة للبضائع وللناس وللأشغال ولكل شيء سهلة على امتداد الرقعة المعمورة في مصر. اهتمامنا بالموضوع ده هو اهتمام في وضع أسس حقيقية للتنمية على امتداد أرض مصر. ده بيتعمل عشان الناس، عشان نريح الناس. مفيش حد في مصر مش شايف هذا التطوير الكبير اللي بيحصل في ملف النقل تحديدا والطرق كمان. الدولة بتعمل طرق جديدة، ده غير تطوير الشبكات الموجودة، رفع كفاءتها، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ملف النقل اللي بيتم فيه إنجاز كبير، سواء بنتكلم عن قطار كهربائي، عن مونوريل قطار سريع، أو المترو. ملف في غاية الأهمية هنتكلم عنه بالتفاصيل وبالأرقام من خلال ضيفي اللي نورني في الاستوديو دكتور حسن المهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالمشاهد الكريم. طبعا ملف متشعب، ملف فيه أرقام، ملف فيه تفاصيل، لكن خليني قبل ما أبدأ نقاشي مع حضرتك نشوف تقرير سريع عن حصاد الدولة المصرية فيما يتعلق بقطاع النقل وأرجع أبدأ نقاشي مع حضرتك. بجودة عالمية وتكنولوجيا حديثة لمواكبة تطورات العصر، تتخذ الدولة ملف النقل والمواصلات على عاتقها للارتقاء بحياة المواطن المصري وتقديم أفضل الخدمات. فحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ مشروعات مختلفة في ملف النقل والمواصلات لتواكب مصر التطورات العالمية. وفي الجمهورية الجديدة تدخل مصر عصر النقل الذكي بالمشروعات التي تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية. جهود تطوير منظومة النقل من وسائل وشبكات كانت أبرز الملفات الملموسة للمواطن المصري في كل مكان. وسائل النقل من السكك الحديدية وشبكة الجر الكهربائي والموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية، جهود لن نراها إلا بعزيمة وإصرار المصريين. على مدى سنين طويلة فاتت كان لما نيجي نتكلم على مشاريع زي كده نطلب مستثمرين، مش كده يا كابتن؟ زي منى دمياط ومنى ومواني أخرى كثيرة جدا، نقول إيه تعالى خشوا اعملوا المشروع عشان نطور المينا، وده مسار الدولة مشيت فيه قبل كده. فإحنا بنقيم دايما المسار اللي إحنا اللي كان موجود قبل كده حتى، أو اللي إحنا ممكن نمشي فيه. فكان كل الكلام دايما يقول لك شوفوا حد يجي يعمل الكلام ده ويديره ويشتغل. احنا دلوقتي ما بنعملش كده. احنا بنعمل حاجتنا. تمام. احنا بنعمل ايه؟ حاجتنا. احنا نعمل حاجتنا بفلوسنا. بالتزامن مع ميلاد الجمهورية الجديدة، بدأ عصر ذهبي في استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل النقل، وذلك بعدما كلف الرئيس السيسي بالنهوض بالبنية التحتية لخدمة أهداف خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030. وفي إطار النهوض بالقطاع، في قطاع السكك الحديدية
فكانت هناك العديد من الخطوات التي هدفت إلى تطوير الوحدات المتحركة، وشملت التعاقد على توريد جرارات متطورة وعربات ركاب وبضائع وتطوير بعضهم، كما تم تجديد السكة بالإضافة إلى تطوير المحطات والمزلقانات وإنشاء الأسوار. وللسيطرة على مسير القطارات تم تنفيذ مشروعات لتطوير نظم الإشارات. أما بشأن الورش فتم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من تطوير الورش الرئيسية بالإضافة إلى تطوير ورش فرعية أخرى. وفي قطاع الأنفاق والجر الكهربي تم افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وتصنيع وتوريد قطارات مكيفة للتشغيل، وتم تطوير نظم المراقبة والتأمين بمحطات المترو، فضلاً عن مشروع ازدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة. وجاري العمل على قدم وساق لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الخط الرابع لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع. في قطاع النقل البحري تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات في العديد من الموانئ مثل ميناء الإسكندرية ودمياط وموانئ البحر الأحمر وبورسعيد والسخنة. في قطاع النقل النهري تم تنفيذ مشروعات لإزالة الاختناقات بالطرق الملاحية ورفع كفاءة الأهوسة، كما جاري العمل في إنشاء مشروعات أخرى. الكم الهائل من الإنشاءات الجديدة والتطوير الذي طال كل مكان تقع عليه الأعين كان بمثابة نافذة رأى فيها المواطن المصري معالم من حياته المستقبلية. وتتواصل جهود الدولة المصرية في توفير وسائل نقل آمنة وحديثة ومتطورة لكي تواكب بناء الجمهورية الجديدة، والتي ستكون أساساً لإنشاء بيئة حضارية وآفاق تفتح أبواب الأمل أمام شعب وجد مرساه بعد مواجهة عاصفة لم تستطع التأثير عليه. طيب دكتور حسن، يمكن حضرتك شفت معنا التقرير العامل حصاد للتطوير اللي حصل في قطاع النقل. أنا عايزة حضرتك معلش تستحملني شوية على مدار الحلقة دي، لأن احنا هنتكلم بتفاصيل سواء في النقل أو في الكباري. بنظرة شمولية دكتور حسن، نقدر نوصف هذا التطور اللي حصل في قطاع النقل بإيه، اتساقا مع المبادئ اللي احنا بنشوفها أو الترسيم اللي احنا رسمينه لمفهوم الجمهورية الجديدة؟ يعني ما حدث خلال الفترة الماضية في قطاع النقل هو إنجاز أقرب ما يكون إلى الإعجاز. يعني الدولة اشتغلت من 2014 على قطاع النقل وبتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة من فخامة الرئيس باعتبار أن هذا القطاع هو الداعم لمشروعات التنمية المستدامة. وعشان نبسط الأمور، يعني إيه تنمية مستدامة؟ النهاردة عشان نعمل مدن عمرانية جديدة لابد يكون عندي شبكة نقل عشان أقدر أطلع برا الوادي الضيق وابتدي أعمل مجتمعات عمرانية وخلخل الكثافات وانقل الناس الى مدن جديده. عشان نعمل استصلاح زراعي ونعمل مشروع زي الدلتا الجديده ونزرع الصحراء لابد ان يكون عندي شبكه نقل ومواصلات. علشان نعمل مشروعات تنميه صناعيه واستغل المناطق والمحاجر والمناجم والثروات الطبيعيه اللي موجوده لابد ان يكون عندي شبكه نقل ومواصلات. كنا عايشين قبل 2014 على 6% من مساحه مصر. تعداد سكان مصر في 86 كان 48 مليون نسمه. تعداد سكان الداخل واحنا قاعدين دلوقتي تجاوز ال 100 مليون نسمه. فبالتالي ما كانش ينفع نستمر بنفس البنيه الاساسيه وبنفس قطاع النقل بالذات، لان زي ما قلت هو اللي بيخدم خطط الدوله للتنميه. فبالتالي كان وفقا للخطه او الرؤيه اللي حطتها الدوله وبتوجيهات من فخامه الرئيس احنا عايزين مصر تبقى شكلها ازاي. بناء على ذلك تم قطاع النقل خدم هذه المشروعات اللي بتتم. ولما نتكلم عن النقل فالنقل له أدوات أو وسائط. تقرير أوجز ما تم عمله بمقتطفات جميلة، لكن طبعا يطول الشرح إيه اللي تم في الفترة الماضية في قطاع النقل. فإذا تحدثنا عن أدوات النقل، نتكلم عن نقل بري يعني شبكة طرق، نتكلم عن نقل سككي يعني سكة حديد، نتكلم عن نقل عام ونقل داخلي صحيح، نتكلم عن نقل بحري، نتكلم عن تطوير مواني، نتكلم عن نقل نهري. فإذا تحدثنا بادئ ذي بدء عن قطاع النقل البري باعتبار أنه هو
يعني كريمة المشروعات اللي تمت، فإحنا قدرنا في السنوات الماضية أن إحنا ننجز ما يقارب من 7000 كيلو متر طولي من شبكة طرق أطلق عليها المشروع القومي للطرق. طيب أنا عايز أقف مع حضرتك عند النقل البري اللي يمكن حضرتك وصفت وصف في منتهى اللطافة، لأن فعلا هو هذا النقل البري تحديدا هو الطريق الأسهل والأمثل لتحقيق فكرة التنمية المستدامة اللي حضرتك بدأت فيها. لكن خليني أرحب معنا في هذا النقاش عبر سكايب، بينضم لنا دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار. هنعرف من دكتور مصطفى التأثير ده اقتصاديا وبالأرقام. دكتور مصطفى، البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز في الجمهورية الجديدة. خليني أبدأ مع حضرتك مباشرة، لما بنيجي نتكلم على قطاع النقل، قطاع الطرق بشكل عام، خبراء الاقتصاد في العالم أكدوا أن وجود بنية تحتية قوية أو بنية تحتية جديدة بشكل أو بآخر هي الخطوة الأولى لاستقطاب المستثمرين. إلى أي مدى ده بيتسق مع ما يحدث على أرض الواقع في مصر في غضون السنوات الماضية، وتحديدا بتكلم عن 2020-2021؟ تحياتي لحضرتك طبعا، ومتشكر على الاستضافة الكريمة، وتحية لضيفك حضرتك الكريم كمان. خلينا نقول طبعا ان من برنامج الاصلاح الاقتصادي كان من اهدافه عملية التيسير للوضع الاستثماري. التيسير على الوضع الاستثماري يا فندم كان لازم يكون في نهج العملية الاصلاح في الطرق والكباري، وطبعا السكة الحديد، وسائل النقل بالجامعة كلها كان لازم يكون فيها عملية إعادة تشغيل وتصحيح للمسارات كلها بالكامل. لأن ما ينفعش تبنى مصالح اقتصادية أو تبادل تجاري أو حتى يكون إصلاح في الموانئ أو إصلاح في المناطق الإنتاجية زي المناطق الحرة أو مناطق الزراعية أو ما شابه لذلك إلا لما يتم عملية إصحاح وتصحيح بالكامل لكل المحاور والطرق وشبكة الطرق بالكامل. طبعا ده ليه؟ زي ما دكتور حضرتك الكريم تفضل، ان احنا كنا يعني عشرات السنين كنا تقريبا 40-50 مليون نسمة. صحيح. النهاردة بنتكلم على نفس المساحة تقريبا بنزيد اكتر من 100 مليون واكثر من ذلك كمان. لا يعني ده مش منطقي ان تفضل المنطقه اللي احنا بيعيش عليها ال 100 مليون دون التوسع والتحسن في الخدمات المقدمه للمواطنين والحجم الاستثمار. ما بيهمني في حجم الاستثمار، اسمحي لي هقول لك على رقم يعني زي ما بيسموه كده خيال. احنا بنستهلك في السنه اكثر من 25 مليون مليار لتر بنزين وسولار ومواد بتروليه. ال 25 مليار دول تقريبا بيهدروا جزء منهم كبير جدا في ضياع الوقت والمجهود. صحيح. نظرا للتوقف في حالة التحسن في الطرق. يمكن يا دكتور مصطفى حضرتك لخصت الأسباب اللي خلت الدولة بشكل أو بآخر تسعى لفكرة تطوير البنية التحتية بتاعتها، سواء بإنشاء طرق جديدة أو يعني تصليح أو إعادة تأهيل الطرق القديمة. فكرة اللي حضرتك اتكلمت فيه اللي هو اختصار الوقت والمجهود وتوفير يعني توفير فرص عمل حتى للمواطنين المصريين. بما أن حضرتك تطرقت للجزء المتعلق بشبكة الطرق بشكل عام، خلينا نروح مع حضرتك ومع دكتور حسن نشوف هذا التقرير لحصاد أيضا ما تم من إنجاز في قطاع الطرق، ونرجع تاني نكمل هذا النقاش. اللي شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده قول في إيه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه. اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا على البال. أفعال لا أقوال، تحرك في جميع الاتجاهات في آن واحد وبخطى ثابتة، جودة عمل لا يتبدل حالها، شعارات اتخذتها الدولة منذ 7 سنوات مضت للارتقاء بحياة المواطن المصري، وذلك من خلال المشروعات القومية التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعتها من أرض الواقع عن طريق جولات مكوكية، وثقت حرصا شديدا ومتابعة دقيقة وعملا على أكمل وجه في مشوار الجمهورية الجديدة. احنا هنفضل ننمي
ونبني ونعمر في كل حتة فيك يا مصر، عشان مصر تستحق مننا كده. جهود تطوير منظومة وشبكات الطرق كانت أبرز الملفات الملموسة للمواطن المصري في كل مكان، وأضافت شرايين جديدة لشبكة الطرق والكباري، جهود لا نراها إلا بعزيمة وإصرار المصريين. حد كان يصدق إن إحنا يعني نشق الجبل كده عشان نعمل محور زي ده؟ تزامناً مع ميلاد الجمهورية الجديدة، بدأ عصر ذهبي في إنشاء الطرق والكباري، بعدما كلف الرئيس السيسي بالنهوض بالبنية التحتية لخدمة أهداف خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030. وفي إطار النهوض بالقطاع، فتم تنفيذ في إطار المشروع القومي للطرق مشروعات بأطول 5000 كيلومترا بتكلفة 127 مليار جنيه، وجاري العمل في مشروعات بأطول 1400 كيلومترا بتكلفة 38 مليار جنيه. وعلى النيل تم تنفيذ 11 محورا بتكلفة 14 مليار جنيه، وجري تنفيذ 11 محورا آخرين بتكلفة 20 مليار جنيه. أما عن الكباري العلوية والأنفاق، فتم تنفيذ 857 كبريا ونفقا بإجمالي تكلفة 120 مليار جنيه، وجاري العمل على تنفيذ 143 كبريا ونفقا بإجمالي تكلفة 20 مليار جنيه. وفي شبكة الطرق الرئيسية تم تنفيذ مشروعات بإجمالي أطوال 5500 كيلومترا وبإجمالي تكلفة 15 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات بأطوال 2500 كيلومترا وبتكلفة 27 مليار جنيه. كما طال التطوير الطرق المحلية أيضا، حيث تم إطلاق المشروع القومي لرصف الطرق داخل المحافظات، وشملت المرحلة الأولى 12 محافظة ب207 مشروعات وتكلفة ملياري جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 121 مشروعا منهم حتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية بتكلفة 5 مليار و300 مليون جنيه. ولتسهيل العمل وإحراز تقدم في وقت قياسي، صدق الرئيس السيسي على التوسع في استخدام تقنية حديثة لإعادة تدوير الأسفلت FDR-CIR الصديقة للبيئة. وتتواصل جهود الدولة المصرية في دفع عجلة التنمية من خلال إنشاء المزيد من الشرايين المرورية والطرق المحورية، والتي ستكون أساساً لإنشاء بيئة حضارية وآفاق تفتح أبواب الأمل أمام شعب وجد مرساه بعد مواجهة عاصفة لم تستطع التأثير عليه. دكتور حسن، بعد ما شفنا هذا التقرير يمكن احنا قدرنا نوجز بشكل سريع اللي حصل في هذا القطاع. سؤال حضرتك متعلق بايه اكتر ما يميز هذا المشروع او المشروع القومي للطرق؟ هل احنا بنتكلم على مخاطبه للمستقبل من ناحيه القدره الاستيعابيه، ان احنا زياده التعداد السكاني فاحنا بنسابق الزمن زي ما بيتقال؟ هل بنتكلم على مستويات تنفيذ؟ هل بنتكلم على مواعيد في التنفيذ؟ هل بنتكلم على صيانات دوريه؟ ايه اللي خلى مصر تحفظ في مؤشر التنافسية الدولية 90 مركز مرة واحدة؟ يعني مشروع القومي للطرق ساهم بشكل كبير في ربط مفاصل الدولة ببعضها، وبالتالي بقى أصبح دلوقتي عدم وجود مركزية في حركة المرور، وربطنا شرق الجمهورية بغربها وشمالها بجنوبها بمحاور طولية وعرضية، غيرت شكل شبكة الطرق على خريطة الجمهورية. ساهمت هذه الشبكة كما أشرت في البداية في دعم مشروعات التنمية المستدامة. مفيش طريقة عمل من هذه المحاور أو من الشبكة القومية إلا مكان وراء مشروع تنموي بيخدمه، سواء تنمية زراعية أو تنمية عمرانية أو تنمية سياحية أو استغلال الثروات الطبيعية اللي موجودة. وبالتالي هذه الشرايين اللي تمت ساهمت في جودة طرق أعلى، في خفض معدلات حوادث بنسبة تراوحت من 25% إلى 40% بإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ساهمت أيضا في تقليل تكلفة النقل، لأن النقل تكلفته تكلفة نقل البضائع عنصر كبير من التكلفة، وبالتالي لما يكون عندي شبكة نقل بتحقق انسيابية وسهولة في حركة المرور وأمان ومعدلات أمان عالية،
بتساهم كل هذه الأمور في تقليل تكلفة النقل، وبالتالي بتصل السلع أو المنتجات إلى المستهلك بأسعار أكثر مناسبة، وساهمت في إنشاء مناطق لوجستية ومواني جافة، وبالتالي بقدر أن أنا أنقل البضائع إلى المناطق اللوجستية وأعيد توزيعها داخل المحافظات. كل هذه الأمور لها مردود إيجابي، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل اللي تم توفيرها من خلال المشروعات القومية للطرق اللي تمت من 2014 إلى الآن. كل هذه الأمور كان لها مردود إيجابي على الاقتصاد، على خفض معدلات بطالة، على جذب استثمارات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى نظرة المجتمع الدولي. إحنا لما عملنا شبكة الطرق لم نكن نهدف إلى إشادة المجتمع الدولي بينا، لكن لما أخلصنا في هذا العمل المجتمع الدولي أشاد بما حدث في قطاع الطرق، وارتفع ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية 90 نقطة من المرتبة 128 المرتبة 118 المرتبة 28. وده كان لم يأتي من فراغ، ولكن أتى من حصيلة جهد وعرق وتعب، علشان قدرنا من خلاله نقول إن إحنا عندنا بنية أساسية قوية. ودي مردودها إيه؟ المستثمر لما بيجي بيكون دارس إيه فرص الاستثمار، إزاي في شبكة نقل، في كهرباء، في بنية أساسية، في مية، في صرف، علشان يعمل مشروعات، أو حتى الاستثمار الداخلي لو إحنا هنستغل هذا الكلام لابد أن يكون عندي بنية أساسية قوية. صحيح. الدولة جنبا إلى جنب اشتغلت بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية على محورين: محور إحلال وتجديد الطرق القائمة ورفع كفاءة هذه المحاور، وليس الدائري ببعيد، يعني كلنا بنشوف الطريق الدائري وما يحدث فيه من حل أنا بسميه حل جريء. صحيح. لأن على مدار العقود الماضية والحكومات السابقة قبل 2014 لم يجرؤ أحد على اتخاذ هذا القرار الجريء إلا بتوجهات من القيادة السياسية واهتمام بحل جذري للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية لهذه المشكلة. صحيح. علاوة على الطرق داخل المدن وما تم داخل المدن من فتح شرايين في مناطق كانت بتعاني من ازدحام على مدار الساعة، وبقت دلوقتي بتحقق فيها سيولة مرورية في محافظات الجمهورية المختلفة، علاوة على اهتمام الدولة بشبكة النقل العام والجماعي داخل المدن من خلال مشروعات زي مشروع استكمال الخط الثالث، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويمكن التقرير أشار إليها، محطة تبادلية في عدلي منصور وربطها بالقطار الكهربائي الخفيف LRT اللي هيربط العاصمة الإدارية الجديدة بتجمعات شرق الدائري ومناطق السلام والعشر من رمضان، بالإضافة لمشروعات أخرى. اتفضلي. وحضرتك بتتكلم، أنا عايزة أنوه للسادة المشاهدين إن في أرقام بتتعرض بتتفق مع كلام حضرتك، وهي وفقا لآخر الإحصائيات اللي بتتكلم على معدلات اللي تم إنجازها في الطرق وغيره. أنا هاخد من كلام حضرتك الجزء المتعلق بجذب الاستثمار، نظرة المجتمع الدولي، وخفض معدل البطالة. ده يمكن نقط من اللي حضرتك اتكلمت فيها كان تأثير هذا التطور اللي حصل في قطاع النقل والطرق بشكل عام على الاستثمار في مصر. سؤالي حضرتك دكتور مصطفى متعلق بما المنتظر لو كنا حققنا كل هذه النجاحات في هذا التوقيت، النظرة المستقبلية لهذا المشروع بعد كده احنا مستنيين نظرة المجتمع الدولي لينا ايه؟ لو حضرتك برضو تكلمنا بالأرقام بشكل يعني أكثر تفصيلا. طيب خلينا فندم نقول علشان نواكب التطور العالمي، وطبعا هنستثني الوضع في جائحة كورونا، ونكون دولة جاذبة للاستثمارات، والحمد لله نحن حصلنا على الترتيب الثاني في أن نكون إحنا الدولة العربية والدولة الأفريقية في جذب الاستثمار. صحيح. هنستثني طبعا جائحة كورونا، وخلينا هنتكلم أن لو كانت الأمور مسارها مسار عالمي عادي كنا هنكون أكثر من ذلك في دفع الاستثمار. ولكن خليني أخذ من كلام الدكتور حسن ومن كلام حضرتك، وأوصي كمان أن إحنا علشان يحصل عملية كان توطين للوضع الاقتصادي للشق الهام جدا ألا وهي الصناعة، أو أن إحنا نكون دولة دافعة للاستثمار وبنحاول نرتقي بالتنافسية لأن إحنا ننافس كثير من الدول علشان نوطن الصناعة أو الاستثمار، كان يجب علينا أن إحنا نكون قادرين على أن إحنا نحسن من البنية التحتية بالكامل. البنية التحتية منها شق الطرق والكباري والمحاور زي ما حضرتكم تعلموا جيدا أن أصابها على مدار السنوات يعني العدة قبل حكم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كثير من عدم الصيانة، وطبعا للأسف كانت مهدرة إهدار كبير جدا. طبعا إحنا النهاردة خلينا نقول أن إحنا بنبني ده بيكون بناء على طرق ومحاور جديدة
وأيضا على عملية إصحاح وتصحيح للطرق السابقة، وطبعا توسع كثير منها عشان تكون قادرة للتوازن ما بينها وما بين المسارات العادية الأخرى زي ما بينها. طبعا احنا بنعمل نموذج متفرد في حركة الطرق والكباري، طبعا ليه؟ لان احنا النهاردة بنربطها بالمواني، بنربطها بالمصانع، وبنربطها بالمناطق اللي هي اكثر استثمار. تحسين فرص الاستثمار فندم النهاردة بتقيس عن طريق الجهد، يعني احنا النهاردة المجهود، اي مستثمر النهاردة بيجي بيبقى عارف قد ايه الجهد والوقت والعمل اللي هو هيقوم بيه في مقابل النفع اللي هو هيحصل عليه. النفع اللي بيحصل عليه النهاردة بيقارننا بدول اخرى، احنا الحمد لله بنحاول نرتقي بتصنيفنا زي ما حضراتكم تفضلتم كده، ارتقائنا ب90 درجة لننافس بعض من الدول الأخرى، مؤشر من المؤشرات اللي هي في غاية الأهمية. إحنا الحمد لله تقريبا بنعد من النماذج الاقتصادية اللي هي بتعد رقم واحد في إفريقيا في تحسن الطرق والمحاور وأيضا وسائل النقل، ولكن بينقصنا طبعا الكثير، لأن لسه ما زال زي ما تفضل الدكتور الكريم بيتحدث عن اللي يكون في ترابط ما بين وسائل النقل جميعها مع بعضها، صحيح، سواء الوسائل السكة الحديد أو المناطق التبادلية لحركة وسائل النقل الثقيلة زي ما بتسمى. ولكن خلينا نقول إن دي طفرة بالنسبة لنا وإنجاز كبير جدا، وما زلنا في التوسع للعديد من الطرق اللي هي بتهيئ حركة الاستثمار أكثر من صحيح. ذلك. صحيح، ويمكن أن هو التفكير أصبح الآن لتوجه هنائش يمكن دكتور حسن في الموضوع ده بس، ولكن على كل حال دكتور مصطفى بدر أستاذ التمويل والاستثمار أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، كنت ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور حسن، قبل ما نشوف تقرير يمكن عن آراء المواطنين، عايز حضرتك تكلمني سريعا عن جملة في غاية الأهمية قالها دكتور مصطفى متعلقة بأن الطرق دي أصابها ما أصابها لفكرة عدم الصيانة لترك هذه الطرق. إحنا بنشوف دلوقتي في صيانات دورية بتتعمل للطرق، يعني الطريق بيتم سواء طريق جديد أو طريق تم إحلاله وتجديده في صيانة ومتابعة دورية بتحصل لهذا الطريق، ويمكن أبرز الطرق طريق شبرا بنها الحر كل فترة بنشوف فيه صيانات دورية بتحصل عليه. أهمية هذه الصيانات الدورية دكتور حسن؟ يعني الصيانة مهمة جدا للحفاظ على الأصول اللي تم صرف استثمارات كبيرة في إنشائها، وإيمانا من الدولة وبتوجيهات من فخامة الرئيس بيتم وضع منظومة لإدارة الصيانة، بحيث أن بيتم فحص فني لحالة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية بشكل دوري، وبيتم تحديد أولويات الصيانة بحيث أن دايما يكون في صيانة وتدخل في الصيانة في الوقت المناسب بيوفر كتير، لأن اللي ممكن يتعمل بتكلفة بسيطة لو ما عملتوش وسبت الطريق بدون صيانة هلاقي أن محتاج أن أنا أدفع تكلفة عالية جدا عشان أعمل الصيانة، لو كنت عملتها في وقتها كانت هتوفر معايا. الدولة شغالة في ما يسمى بالبيفمنت مينتنانس مانجمنت سيستم أو نظام إدارة صيانة الطرق، وهذا النظام له علم وله أسلوب يمكن بتنهجه الدولة، وبيكون عندي بيانات لشبكة الطرق وفحص فني بقدر أن أنا أتدخل في الوقت المناسب لصيانة الشبكة وتوفير طبعا نفقات كثيرة نتيجة لذلك. طيب خلينا دكتور حسن أروح مع حضرتك نشوف سريعا آراء المواطنين في هذا القطاع وارجع أكمل نقاشي مع حضرتك. بصراحة هو في طفرة في الطرق الفترة دي، اهتمام جدا بالبنية التحتية الفترة دي، وأساس الدول المتقدمة أصلا بيهتموا بشبكة الطرق، وأنا شايف إن في طفرة في القصة دي الفترة دي. عندك دلوقتي هي في مشاريع كتير قوي، يعني عندك مشروع الدائري برضو ممتاز جدا بيتوسع دلوقتي حاليا، مرير جدا هيعمل طفرة حلوة جامدة قوي، فحاجة ممتازة صراحة يعني. طبعا مصر اتغيرت 180 درجة، يعني الله يبارك له الرئيس بصراحة، يعني ربنا يعينه. بصراحة كلها مشروعات مفيدة، خصوصا موضوع الطرق، الاصلاحات اللي بتتعمل في الطرق يعني وفرت كتير صراحه وقللت شويه من الزحمه، خصوصا الكباري انت كنت بتضطر تلف من اماكن كتيره، دلوقتي لا، انت لو طلعت الكوبري بتنزلي في المكان اللي انت عايزاه، وخفت شويه من شده الزحام. بصراحه جميله جدا، موفره على الناس وقت كتير، والزحمه قلت من الزحمه كتير قوي، بتوفر علينا الوقت في المواصلات وكده، ومشروع جميل يعني. في حاجات كتيرة بتتعمل وباينة ان هي ملحوظة جدا وبتسهل جدا في المواصلات، يعني احنا في المواصلات كنا رايحين الشغل في الاوادي وكانت الدنيا بتبقى واقفة قوي، دلوقتي الحمد لله احسن
وفي مجهودات شغاله دايما. لا استفاده كبيره بالنسبه للطرق بالذات، يعني استفاده كبيره، المحاور والكباري، لا الطرق اتجددت يعني. ده الحقيقه مشروعات هايله هايله هايله، وفرت علينا وقت ومجهود وصحه، يعني الواحد كان بيتنقل من اول الشارع لاخره مش اقل من ساعه. فات الناس في الوقت وفي الزحمه وفي استهلاك البنزين وفي كل حاجه. مترو الأنفاق بصراحة، مترو الأنفاق جميل، من أهم المشاريع اللي عجباني. طيب يمكن دكتور حسن شفنا آراء المواطنين. أنا بس عايز أعلق أن ما تم الإشارة إليه هو جزء من الأهداف بتاعت دعم قطاع النقل وما تم فيها، اللي هو حل مشاكل الزحام، لكن في صحيح. أهداف مهمة لا تقل أهمية هي دعم مشروعات التنمية المستدامة. صحيح. يعني الموضوع ليس قاصرا على حل مشاكل الزحام. يمكن هو ده فكرة المواطن اللي جوه المدينة ما بيطلعش من مدينته شايفه، لكن اللي بيتحرك على شبكة الطرق القومية وبيشوف حجم اللي تم وعلاقته كمان بتنمية الأراضي، لأن النهاردة لما بتعملي مشروع طريق أو سكة حديد معناها أنك بتوفري حياة في المنطقة اللي ما كانش فيها حياة. صحيح. وبالتالي بنقول دايما أن شبكة النقل هي قاطرة وشريان للتنمية، وده اللي حصل. صحيح. في المناطق اللي تم مد شبكات طرق فيها. طيب دكتور حسن أنا عايزة أخيرا أستغل وجود حضرتك معايا، يمكن ده سؤال أنا عايزة أعرف إجابته بشكل شخصي. دايما لما بتكلم مع خبراء الطرق في الموضوع المتعلق ب الطرق تحديدا، دايما بيكون في إشارة أو تلميح للنقطة المتعلقة بالمدة الزمنية والمعايير الدولية وجودة هذه الطرق. من خلال الصورة الأوسع نطاقا، حضرتك تقدر توصف لنا هذا الموضوع إزاي؟ لا أنا بس عايز أأكد أن موضوع جودة العمل ما فيش فصال فيها. سرعة التنفيذ دي اكتسبناها من حجم العمل اللي عملناه من 2014. احنا لسه مصر امبارح حصلت على 4 جوائز دولية في مشروعات، منهم محطة معالجة مياه بحر البقر ومشروع المرحلة الرابعة المترو الأنفاق. ده نتيجة إيه؟ أولاً دعم القيادة السياسية للشركات العاملة في هذا المجال، وفي نفس الوقت المهندس والفني والعامل المصري اكتسب خبرات كبيرة جداً من خلال مشروعات النقل اللي مر بيها من 2014 ومستمرين إلى الآن وبدعم من فخامة الرئيس. عايز أقول إن إحنا ليس فقط قطاع الطرق اللي شهد هذه الطفرة، لكن يمكن الوقت أنا عارف مش متاح قوي إن إحنا نفتح في مجالات أخرى، لكن عندنا قطاعات كثيرة. اتكلمنا عن المواني واللي حصل فيها. صحيح. السكة الحديد واللي حصل فيها، يمكن التقرير أشار إلى بعض القشور وليس الكل برضو، لأن اللي تم كتير ولا يمكن اختزاله، لكن صحيح. إحنا بنتكلم إن الدولة شغالة في قطاعات النقل المختلفة. صحيح. وبدعم من القيادة السياسية بهدف النهوض بهذا القطاع، إيمانا من الدولة بأن هو ده اللي هيدعم مشروعات التنمية وخطة الدولة للتنمية، سواء زراعيا أو صناعيا أو عمرانيا، عشان يبقى عندي كمان توزيع عادل للكثافات السكانية، ما يبقاش 6% حوالين الوادي الضيق. النقل العام والجماعي والتطور اللي حصل فيها يساهم في أننا حتى مالك السيارات يسيب عربيته ويستخدم وسائل النقل العام والجماعي، لأنها أصبحت في حالة جيدة. صحيح. وممكن تكون أوفر من استخدام السيارة وأقل في الوقت وأسرع، زي المونوريل والإل آر تي والقطاع ومترو الأنفاق، ويمكن الخط الرابع بتاع مترو الأنفاق أشار التقرير عن هذا الخط اللي جاري حاليا تنفيذه. كل هذه المشروعات لها مردود، وليس فقط في إقليم القاهرة الكبرى، احنا بنتحدث في محافظات يمكن الجمهورية. يمكن لو هنتكلم على محافظات الجمهورية فالصعيد كان ليها الصعيد كان ليها نصيب الأكبر، لأنها كانت محرومة من التنمية. صحيح. في العقود الماضية، وكانت طاردة للسكان، وكان أهالي الصعيد بيجوا للمدن الكبرى بحثاً عن فرص للتعليم والعمل وخلافه. دلوقتي بقى في عندي محاور، بقى في ظهير تنموي في محافظات الصعيد، بقى في عندي توطين للصناعة في الصعيد، بقى في صناعات تكنولوجية حتى في محافظات الصعيد، وبالتالي أصبح هناك عايز أقول إيه فرص. طيب. للعمل والتنمية وللتوسع، وهذه الأمور كان محروم بيها منها محافظات الصعيد في العقود الماضية. طبعا اهتمام فخامة الرئيس بالدولة بشكل عام وبالصعيد وبالمحاور اللي تمت وأشار إليها التقرير، كان محور اتعمل على النيل. صحيح. كان في بعض محافظات الصعيد ما فيهاش غير كوبري واحد عشان نعدي من الشرق للغرب، يمشي المحافظة عشان يعبر النيل من الشرق للغرب. دلوقتي بقى كل 25 كيلو في كوبري. وتبقى كلمة سر زي ما حضرتك قلت في بداية كلامك خالص، إن
كل المشروعات دي مربوطة في الآخر عشان تخدم المشروعات التنموية الكبرى وصولا للتنمية المستدامة. على كل حال دكتور حسن المهدي أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، والشكر موصول مني لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. إن المساسة بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى. هنا صدق حلمي وبدأ، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، ما هو رهنوا عليك تصاروا صرت. انا ابن مصر انا ضد الكسر، لا يليق بنا لا يليق بنا ان نقلق أبس. قلبي نس مقدرش يعيش أبدا يوم غير وأنا حر. شفت يا زمان ومواقف ملاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. ربنا قال لي طيب أنا هخلي معاك أكتر من الفلوس، أنا هخلي معاك البركة، هخلي معاك البركة، وريني هتعمل إيه في بلدك وهتعمل ايه لناسك. انا ابن مصر انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. انا ابن مصر انا ابن مصر قلبي نسي مقدرش يعيش ابدا يوم غير وانا حر. انا ابن مصر بتوجه لله سبحانه وتعالى بالشكر، وبقول له يا رب ساعدنا كما ساعدتنا دائما، يا رب ساعدنا كما ساعدتنا دائما، لك الشكر والحمد يا رب، لك الشكر والحمد يا رب. ودائما وابدا تحيا مصر.